وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس باوربوينت المستوى الاحترافي. ابتداء من هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة راح نتعلم كيفية رسم خارطة المنازل بواسطة برنامج باوربوينت. طبعا الكثير يسأل انه الخرائط يتم رسمها من خلال برنامج اوتوكاد او 3D Max او برامج اخرى ك 3D Home وهكذا. طبعا برنامج اوتوكاد هو برنامج هندسي ويحتاج الكثير من الخبرات الهندسية وطبعا الخبرات الفنية داخل البرنامج، وأيضا يحتاج إلى مواصفات قوية لتنصيبه في الحاسوب. طبعا في حال ما توفر عندنا هذا البرنامج وما توفرت الخبرة الكافية للرسم داخل برنامج أوتوكاد، بإمكاننا أن نرسم الخريطة ببرنامج باوربوينت. طبعا في البداية لازم نغير وحدة القياس من إنج إلى سنتيمتر. طبعا نجي هنا بالبحث، راح نكتب Control Panel بهذه الطريقة. طبعا في حال لو طلعت عندنا النافذة بهذا الشكل، نجي إلى Category، نختار Large Icon، نجي إلى Region أو Region، وطبعا نجي إلى Additional Setting ونغير من US إلى Metric، النظام المتريك الفرنسي. طبعا Apply OK ومن ثم نخرج، وراح أفتح برنامج باوربوينت، وطبعا راح أفتح مساحة جديدة، وطبعا راح أمسح كل شيء، وبإمكاني أنه من عرض إذا موجودة هذه الشبكة بإمكاني أنه ألغيه. جيد، طبعا بإمكاننا أنه يعني نقلب من تصميم، نقلب حجم الشريحة بهذا الشكل، وطبعا راح نقلب من حجم مخصص إلى عمودي ومن ثم تكبير، صار عندنا بهذه الطريقة. جيد، الآن راح أجي من إدراج أشكال، راح أدرج خط، وطبعا راح أضغط شفت عند رسم هذا الخط حتى يكون خط أفقي. أجي إلى تنسيق، وطبعا أجي هنا عندي ارتفاع وهنا عندي عرض. طبعا عرض القطعة راح يكون 11 متر، فراح أجي أرسم 11، أو ممكن أرسم غرفة غرفة، ممكن أجي أرسم الحائط الأول للغرفة راح يكون 6 متر. جيد، راح يكون بهذه الطريقة. راح أخذ الوزن، وزن معين مثلا 2.5 ممكن بهذا الشكل، او ممكن اخذ وزن اكبر، ممكن 3 نقاط. ممتاز. طبعا راح استنسخ هذا الوزن. طبعا ممكن قبل ما استنسخ ممكن انه ازيد بالوزن، ممكن يكون 4.5. ممتاز، راح استنسخ هذا الوزن واخلي بهذه المنطقة، وراح اخلي عرضه راح يكون 5. جيد، الان بالشفت راح اخليهن يتلاصقن. جيد، راح اجي طبعا اعكس الاتجاه من افقي الى عمودي من خلال استدارة، قلب بهذا الشكل، وطبعا راح اخلي الضلع، هذا الضلع بهذا الشكل. جيد، 4 راح يكون العرض 4 متر، وطبعا راح نخليه يكون بهذه المنطقة. ممتاز جدا. طبعا نفسه هذا الضلع راح نضغط كنترول وشيفت ونستنسخه بهذا الشكل. طبعا ممكن انه يكون بهذه الطريقة. جيد، الان راح نرسم الضلع اللي بالمنتصف بهذه الطريقة. طبعا نشوف هذا الضلع ينتهي بهذه المنطقة. ممتاز. جيد، الان راح نستنسخ هذا الضلع مع هذا الضلع، كنترول وشيفت، راح نخليهم بهذه المنطقة. جيد، طبعا اكملنا رسم غرفتين. طبعا بامكاننا انه نضيف النصوص، او بالاخير ممكن تكون مرحلة اخرى. بنفس الطريقة راح ارسم بقية مفاصل البيت. طبعا راح استنسخ هذا الخط، راح اخليه بهذه المنطقة، وراح يكون العرض 3.5 او 63 طبعا من تنسيق، وراح يكون 3.6. جيد، وراح نخليه بهذه المنطقة، وطبعا نستنسخ هذا الخط، نخليه بهذه المنطقة، وراح يكون 3.75 3.75. طبعا نتأكد من رسم النهايات. ممتاز جدا. الآن راح نرسم المنور بهذه الطريقة. طبعا المنور على بعد مساحة 1.25، فراح أجي هذا الخط راح أستنسخه، وراح أخلي المساحة 1.25. جيد،
فإذا هذا المنور راح يكون بهذه الطريقة، هذا أمسحه. جيد جدا. الآن راح نجي نرسم الضلع الخاص بالاستقبال، وطبعا راح يكون 5.75 يعني 6 إلا ربع، 5.75 بهذه الطريقة. جيد. وطبعا راح نستنسخ هذا الضلع وراح نخليه بالنهاية، نهاية ضلع الاستقبال، وراح يكون 3.75 الارتفاع، هو نفسه أو عفوا العرض. جيد. بالنسبة لي الضلع الآخر، طبعا هذا الضلع نفسه، فقط أنه نزيد بارتفاعه بهذه المنطقة. ممتاز. طبعا هذه الاستقبال وهذا منور وهذني غرفتين. عندنا متر بمساحة متر، هذا ممكن نستنسخه، وطبعا ممكن نستنسخه مرة أخرى، وراح نخلي متر، وطبعا راح نقلبه بشكل عمودي حتى يكون مقياس. طبعا راح أخليه بهذه المنطقة. طبعا ممكن أستخدم الاتجاهات حتى يكون عندي الرسم دقيق، محتمل الماوس ما يجيبه بشكل دقيق. ممتاز. طبعا عندي هنا على بعد 1 متر اللي هو WC بهذه المنطقة. طبعا حتى أتأكد، يعني حتى يكون القياس دقيق جدا، راح أستنسخ هذا الشكل، وطبعا من تنسيق راح خلي يستدير. ممتاز جدا. جيد. الآن راح نجي نرسم بهذه المنطقة. طبعا عندنا هنا خط اللي هو راح يكون 2.5 من تنسيق، 2.5، وطبعا راح يكون ملصق مع الخط العلوي بهذه الطريقة. طبعا هذا الخط نفسه راح نستنسخه 3 مرات بهذا الشكل، وراح نستنسخ خط آخر مثلا، ممكن هذا الخط، وراح يكون العرض 1.5 اللي هو 1.5 متر، طبعا بهذا الشكل. ممتاز. طبعا عندنا هنا حمام، وعندنا هنا منور، المنور ايضا 1.5، يعني نفس هذا الخط راح نستنسخه. جيد جدا. طبعا عندنا هذا المطبخ بمساحة 4.5، فإذن هذا الخط نستنسخه، او هو هذا الخط ممكن يكون، يعني هذا ينمسح، هذا الخط ينمسح، وهذا الخط ممكن يكون 4.5. جيد بهذه الطريقة. طبعا هذا راح يكون المطبخ، وطبعا 3.5 المساحة، فممكن نستنسخ هذا الخط، ممكن هذا الخط نستنسخه مع الشفت، وطبعا من تنسيق يكون 3.5. ممتاز. راح احفظ مثلا على سطح المكتب، وراح اسميها خريطة منزل للاحتياط. جيد بهذا الشكل. طبعا ممكن انه يكون بهذا المقدار. جيد. طبعا هذا هنا راح يكون عندنا درج. جيد. طبعا احتاج خط متر اللي هو هذا. جيد. الان راح نستنسخ خط، هذا الخط طبعا نستنسخ خط افقي فقط، وراح نخليه بهذه المنطقة بهذا الشكل. طبعا ممكن نكبر. جيد. ممكن هذا الخط الى اليمين. ممتاز. الان طبعا الان راح نكمل هذا الخط الى النهاية، وهذا الخط الى النهاية، وطبعا راح نقطعهن بحيث يتساوون بهذا الشكل. جيد جدا. طبعا اعتقد انه المطبخ يكون بهذه الطريقة. طبعا عندنا هذا درج مطبخ استقبال، وعندنا هذه طارمة، وطبعا عندنا تواليت او WC، وهنا طبعا عندنا المجموعة الصحية. جيد. فقط انه هنا على بعد 1.5 متر ممكن ناخذ اي خط من هذه الخطوط، ومن تنسيق
1.5 متر، وطبعا راح نخليه استدارة، ونفسه راح نخليه استدارة على مود مقياس بهذا الشكل. جيد، طبعا ممكن هذا الخط يكون بهذه الطريقة. جيد، عندنا هنا منور وعندنا هنا حمام. ممتاز، الآن أكملنا رسم الحوائط الخاصة بالخريطة، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح نرسم الأبواب والشبابيك. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.